يا مساء الفل والخير والسعادة والفرحة الحلوة والمكسب الحلو على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وبالأخص جمهور النادي الأهلي. وعايزة أقول لكم أنا وعدتكم الحلقة الأخيرة اللي هي كانت حلقة يوم الاثنين، وقلت لكم إن شاء الله إن شاء الله هنكسب، وإن شاء الله هنكون معاكم يوم الأربعاء علشان نحتفل بالفوز. والحمد لله الحمد لله الأهلي عملها وفرحنا. معاكم النهارده في حلقه جديده من برنامج الحريفه، وموضوعاتنا النهارده كلها هتكون عن الحريفه، سواء في كره القدم وصاحب كره القدم طبعا الاهلي وفوزه امبارح على نادي سموحه، وفي كره اليد والابداع والانجاز اللي بيعمله منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم. هنتكلم في حاجات كتير جدا، بس الاول نرحب بالاستاذه اللي كانت مولعه الاستاد امبارح. اهلا بك يا نوده. اهلا بك يا حبيبتي. يعني انا نفسي تسيبي الكنبه، يعني انا نفسي تسيبي الكنبه وتيجي تنورينا بقى كده في الاستاد. بس انا اخاف، اخاف اسيب مكاني على الكنبه يحصل حاجه مختلفه لا قدر الله. يعني انا بتفائل بالقعده دي والتركيز اللي انا بركزه اثناء الماتش، فبخاف يحصل حاجه غير، بس هكسر الخوف ده ان شاء الله. معاد يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بيك يا اميره.